زافيا على ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف مقابل صفر، ثم فوزه على بلد الوليد بهدف مقابل صفر. واليوم يستضيف الصاعد الجديد نادي ويسكا الذي حقق نتيجتين رائعتين ويلعب اليوم ثالث مباراة له خارج القواعد، هكذا أرادت الرابطة الإسبانية المحترفة لكرة القدم بالنسبة للصاعد الجديد الذي حقق أربع نقاط من مباراتين خارج الديار. فاز في اللقاء الأول على أيبار 2-1 وتعادل في بلباو الأسبوع الماضي بهدفين لهدفين. يلعب اليوم واحدة من مباريات الموسم، واحدة من مباريات العمر، هي عددها أربعة، اثنتان ضد البارسا. يوصل على الجهة اليمنى لصالح غير بابا، خطيرة جول وافتتاح مجال التسجيل. كوتشو هرنانديز الكولومبي الصغير المعار من واتفورد يفتح مجال التسجيل، يسجل هدف تاريخي له أمام البارسا في الكامب نو من أول لعبة من هنالك على الجهة اليمنى في القائمة الثانية. جول فعلها ويسكا وسجل في الكامب نو بكوتشو هرنانديز الذي يسجل أول أهدافه في دور الدرجة الأولى في بطولة لا ليغا لهذا الموسم. كرة البينية جوردي ألبا يبحث عن ديمبلي مع سواريز والكرة راحت بعيدة. كوتينيو عرضية بعيدة تماما، تغطية دفاعية من هنالك راية عن طريق تشيتا، من هنالك ميسي صاحب هدفين هذا الموسم. وديمبلي وفد الكرة حد الآن، عثمان دخل، ديمبلي مازال دبوبا ريع المراوغة، والتغطية الدفاعية من هنالك عن طريق المدافع تشيتا خلى الكرة راحت ضربة مرمى. راضي جدا بالبيردي. كوتينيو يحاول يمر، كوتينيو مازال بينية خطيرة، راكيتي جاي 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 جاي. الحكم لم يقل شيئا، ثم الانطلاقة بالجهة من ويسكا للبارسا، كرة في القائم الأول، تغطية دفاعية ما زالت لعناصر ويسكا في الخط الخلفي. يستلم ليو الأول، راوغو رجعت مددا، دخل ليو ما زال سواريز بابا الدفاع يتدخل ويخرج الكرة، هذه الأولى الصعبة لعناصر برشلونة بعد 14 دقيقة لعب. ليو ميسي ضاعت الكرة، الخروج موفق من هنا. بابا خطيرة، وجول يا سلام عليك يا ليو، استلمها راوغ باليمنى، دخل باليسرى وسددها باليمنى، جول يعدل النتيجة ليو ميسي بالبراعة اللازمة. نعم فعلها البرغوت، فعلها ليو العملاق وسجل الهدف في منتهى الروعة، هدف رقم 386. الهتافات التي يعشقها جمهور الكامب نو، الدرجة الأولى سجل عليهم ليو وأمتيتي في التغطية. ليو أرضية بابا 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 عثمان ديمبلي. ديمبلي مازال يرجع لراكيتيتش يطلبها، رائعة التسديدة من قبل راكيتيتش ورائعة الارتماء من فيرنير، يخرج الكرة للركنية، هائلة كانت التسديدة من راكيتيتش. شوف ايبر مونديز راح، انطلق كرة خطيرة يصل على عناصر ويسكو، التسديدة على الجهة اليمنى، ميسي مازال يوصل على سواريز، دخل ميسي بالراس تماما بيظهر على جوردي ألبا، يستلمها جوردي ولا واحد في القائمة، ميسي مع سواريز يراوغ، ميسي يدخل، ميسي والكرة، جوردي ألبا يدخل، جوردي اي جول بنيران صديقة، يأتي الجول الثاني من لعبة رائعة من هنالك، جوردي ألبا في التوغل، جوردي ألبا في التمرير، الحكم هل هو يسأل إن كان خطأ أم لا؟ قيل له ليس هناك أي خطأ، لا دفع ولا هم يحزنون، إذا كان هناك خطأ فتقنية الفيديو وصلت مباشرة للخطيرة والدفاع. روبرتو خلى المكان لليو ميسي، ليو ميسي رائعة التمريرة، يجي الأول ثم الثاني قريب، هاي للكرة سيرجي روبرتو، حاول يمر ميسي لديمبلي، ديمبلي داخل منطقة، بابا رائعة، تسديدة من أروع ما يكون من ديمبلي، حتى لمست العارضة الأفقية أم لا؟ أعطيونا الإعادة نشوف إذا كانت لمستها أم لا. هاي التسديدة بابا رائعة، أولا لا ماذا تفعل؟ مدربة لبرشلونة وكان جوردي، بابا جول، هدف ثاني من جار،
الذي يسجل هدفه الثالث هذا الموسم في غفلة من دفاع برشلونة. يأتي الجول عند الدقيقة 42 من عمر هذا الشوط الأول. 3-2 صارت النتيجة في هذه المباراة. سواريز راح، سواريز دخل، سواريز مازال، والتغطية الدفاعية البرازيلي من هنالك يلعبه با 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 رائع. لم نشاهد فقط 5 أهداف ولكن شفنا روائع في هذه المباراة، في تبع من الأهداف طبعا في بداية في مع الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. تلقاكم، شكرا جزيلا لك زميلي الخضر بالريش. بسم الله مجددا مشاهدي الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا الى الكامب نو ومجريات الشوط الثاني من مباراه برشلونه في الكامب نو. ميسي بابا بغول بابا 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 ضربت في العارضه الافقيه، هاتي ضربت في القائم وخرجت من ليو ميسي قبيله فيرنر، والكره خطيره من بلاي. يسجل الرابع عثمان ديمبلي للبارسا الثانية له هذا الموسم. كرة سريعة وانطلاقة رائعة وتمريرة أروع. ديمبلي يسجل الرابع، وأكيد برشلونة سيجعلنا اليوم نستمتع بمهرجان من الأهداف. وبرشلونة يريد أن يعود. واللونجو راح زاد في السرعة، سامويل لونجو والكرة في الركنية راح دخل سواريز، يواصل يدخل سواريز وبرنار كاد يفعل لويس سواريز ويسجل ثنائية أولى له هذا الموسم بعد الجولة بينية. كوتينيو ليو بابا خطيرة، جول هدف خامس من راكيتيتش في الدقيقة 7 من انطلاقة الشوط الثاني. نعم فريق برشلونة بصدد معاقبة ويسكا، تسجل عليه الأول ثم الثاني فالثالث الرابع والخامس في بداية هذا الشوط الثاني في ظرف 7 دقائق من انطلاقة. وصلت مباشرة لديمبلي، ديمبلي بابا بابا سيرجي روبرتو بدوره قال، كان يريد أن يقول كرة بينية والانطلاقة من كوتينيو. الحارس كوتينيو الحارس ينقذ مرماه من كرة جول يوصل من هنالك على الجهة اليمنى. جول بيكي فتح عدادك في الدوري مؤجل. كرة الرأسية هنا راح ميسي 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 جول ميسي ثنائي اليوم. ميسي يسجل هدف آخر، هو الرابع له هذا الموسم. يا سلام من أروع ما يكون التمريرة من كوتينيو ليو. 6-2 صارت النتيجة الآن. مهرجان مازال سواريز يدخل، سواريز مازال سواريز في القائمة. الكرة لراكيتيتش يرفعها في القائمة الثانية والحكم يقول خطأ لدفاع فريق وليدو اللي كان سجل هدف ضد مرمى في الشوط الاول. كره بعيده، تغطيه دي تماما في اتجاه جوردي البا، ترجع رائع ويسكا على الجهه اليمنى، زوج لاعبين امام 4، تسديده لكن بعيد.